اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي في سلة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي خلال حادث وقع منتصف نهار اليوم الخميس 27 يونيو. الحادث نتج عن تهديد خطير نفذه شخص يبلغ من العمر 29 عاماً كان في حالة غير طبيعية، ووفقاً للمعلومات الأولية دخل المشتبه فيه إلى مقر دائرة الشرطة البركة بسلة دون تصريح أو طلب رسمي، حيث بدأ في إطلاق عبارات غير مفهومة وهدد سلامة أفراد الشرطة بسكينين. بعد محاولة تطويقه رفض المشتبه فيه الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة، مما دفع المفتش لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه في أطرافه السفلى. تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، بينما أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الحادث الخطير.